18 سنة جديدة سعيدة علينا كلنا، مليانة مفاجآت وتنبؤات على حياتنا الشخصية والمهنية. وعشان كل واحد مش زي التاني، اتفرج النهاردة هيقولك صفاتك حسب برجك. رجل برج الحمل الهادي المخلص، هو الرجل الأكثر غرابة في الحب، ساعات حلو ساعات بارد زي الدب القطبي، وكمان لما بيحب بيدي كل اللي عنده ودايما صادق ومخلص. والتمرد والتحدي من أهم صفاته، عشان كده دايما قلقان وبيقع في مشاكل كتير. راجل برج الثور ده شخص رزين وحريص وكمان حركته بطيء، شخص من النادر انه يقع في الحب من اول نظره، وكمان ما بيعرفش حاجه اسمها الملل. اسلوبه في التعبير مش فتن زي بقيه الرجاله، بس بيعرف ازاي يلين قلبها في النهايه، وده عشان هو شخص واقعي وما بيحبش الخيالات. راجل برج الجوزاء المثقف الواثق من نفسه، من ابرز صفاته القلق وعدم ميله للارتباط، وده لان الحب عنده شيء مختلف وغير اللي مزاجه الخاص عايزه خالص. عنده مزايا قليله مش في كل الرجاله، وكفايه ان الوقت بيمر معاه في لمح البصر وتقريبا مفيش حاجه ما يعرفهاش. وكمان هو راجل مش بيغير كتير، وده لانه بعيد كل البعد عن حاجه اسمها حب التمل. راجل برج السرطان الرومانسي المغرور، التكتم كلمه معناها راجل برج السرطان، راجل مش بيتغير ولا بيتبدل مهما كانت الظروف. هو راجل في الحب بيكون متردد لانه مقتنع ان اللي تستحق ترتبط بيه هي نادرة الوجود، ولو لقاها بيكون متردد ان هو يصرحها بمشاعره لانه بيفضل ان هي تقوم بالخطوه الاولى. الحب والاحترام من اهم مبادئه، ولازم تحذر من مظهره الهادي لان ده مجرد قناع بيخدعك بيه. ومعاملته لحبيبته او مراته بتتصف بالاحترام والكرامه والحب، وما ينفعش طبعا ننكر كفاءته في الشغل. عقدة راجل برج الاسد هما الخوف من حاجتين، الفشل وطريقة الناس. رجل برج العذراء الحنين الغيور، افكاره بعيده عن الخيال والاحلام، وبيفضل دايما حسن المعامله والاحترام والاخلاص. وبالرغم من انه راجل غيرته مش شديده، الا ان العزه والكرامه ممكن تؤدي لتصرفات مش لطيفه. رجل برج الميزان العقلاني الغامض، هو من اكرم الناس في توزيع النصايح من غير مقابل، وعنده الاجابه لكل سؤال حتى لو كان صعب عليه انه يكون حيادي معظم الوقت. الرجوع عن قراراته في نفس اللحظه بيخلي بعض الناس تحس ان هو لئيم، لكن هو طبيعته مش كده خالص. لكن طبيعه الراجل ده ان هو والعاطفه معنى واحد. رجل برج العقرب المتهور الغير متوقع، تصرفاته اللي بتشوفها دي مجرد قناع مزيف بيضلل بيه الناس، اما بالنسبه للي بيخفيه فهي طبيعته وحقيقته اللي مش هنعرف نوصفها بحاجه غير الانفعال. ذكي جدا وقوي الاراده، وصعب جدا ان اي حد يجي عليه لانه مش بيسكت ابدا على حقه. راجل برج القوس المتفاهم المريح، راجل برج القوس ده هو من النوع اللي هتلاقي دايما صحابه حواليه، وبيتميز الشخص ده ان هو انسان متفائل لدرجه الثقه العمياء بالناس وبالظروف. اما بالنسبه لنشاطه فهو شخص عنده حيويه تكفي تخليه يفضل مكمل لسنين قدام. راجل برج الجدي البسيط المرح، الشخص ده من الاشخاص اللي هتلاحظ تقريبا معظم الوقت انه بيحيطه جدار من الوحده والعزله، اما من جوه فهو انسان رقيق وبسيط وبيحلم دايما انه يحصل على المغامره. بيضاف لكل ده بقى انه هو شخص حريص جدا في انتقاء شريكة حياته. راجل برج الدلو صاحب الحب الصادق، هو شخص بيحب اصحابه جدا ومقتنع ان هم لازم يلاقوا اهتمام منه، حياته مليانه مفاجآت وتقلبات، ومع ذلك هو مصدر راحه نفسيه لناس كتير. هو نموذج للانسان المتفائل، وبيقدر يقنع حتى نفسه انه قلبه كافي لحب العالم كله. راجل برج الحوت المحظوظ المتامل، الراجل ده عنده القدره ان هو يدور على الرزق لو حب، وبيقدر كمان انه يوصل لاعلى مراكز النجاح. من ابرز ملامح راجل برج الحوت هي امتلاكه الفضول بس الخالي من اي سوء نيه. الانسان ده ممكن يتخلى عن اي حاجه الا احلامه، لانها تعتبر بالنسبه له زي روحه. وكده خلصنا حلقه النهارده، وقدرنا نعرف صفات كل راجل حسب برجه. بكره اتفرج هيقول لنا توافق الابراج مع بعضها، استنونا بكره وحلقه مختلفه خالص.